هل في لاعبين اخرين بتتكلموا عنهم؟ تحديدا بتكلم على احمد القندوسي لاعب النادي الاهلي المعار لسيراميكا كليوباترا. ما اخفيش على حضرتك كابتن احمد، فضل. يعني خيار اول لنادي السويحلي ومن اول الخيارات الموجوده على اللائحه، وقاعدين ندرس في خيارات التفاوض مع نادي الاهلي، ممكن في الايام القادمه ان شاء الله هنبدا في التواصل الرسمي مع نادي الاهلي المصري. انتوا لسه ما تواصلتوش رسميا مع النادي الاهلي؟ لسه ما تواصلنا في شهر واحد بس، وقفنا المفاوضات بسبب ان اللاعب معار الى حين انتهاء اعاره اللاعب. يعني الرغبه شراء اللاعب ام استعارته من النادي الاهلي؟ اي من الاثنين يعني حيكون فائده كبيره، نفضل ان الشراء، لكن حتى لو اقل شيء يكون لاعاره حيكون يعني مفيد للنادي ولينا بصفه عامه. ماذا عن احمد عبد القادر؟ هل برضه ضمن اهتماماتكم؟ والله احمد عبد القادر كان ضمن اهتماماتنا، ووصلنا لاتفاق نهائي في احمد عبد القادر في شهر واحد، لكن ربي ما سخرش ان احنا ما قدرناش نكمل الصفقه معه. والان؟ الان هنرجع لنادي، ممكن نادي الاهلي المصري مش حيكون مرحب بترك اللاعب، يعني هذه المعلومات اللي وصلتنا من مقربين من اداره نادي الاهلي المصري. يعني هم عشان الاهلي هو اللي رفض. طب ليه في يناير الصفقه تعثرت؟ والله كانت في اللمسات الاخيره كي امور ماليه، يعني كان في اتفاق مالي وبعد اللي ما صارش منا اضطرينا، يعني ما كانش في وقت، ما عندناش حتى وقت، يعني كان سوق الانتقالات قفل يعني. من جانب اخر، هل محمد عواد ايضا حارس مرمى الزمالك ضمن اهتماماتكم؟ لا لا. هل هناك حارس اخر في الزمالك؟ لا، في ليبيا ممنوع التعاقد مع حارس اجنبي، مش نكون واضح معاك. معلش يا فندم، ممكن تاني؟ ما سمعتش حضرتك. في ليبيا ممنوع التعاقد مع حارس اجنبي، يعني ما تقدرش تتعاقد مع اي حارس محترف. ما ينفعش. بالضبط، ما ينفعش. كابتن وليد طرهوني مدير التعاقدات بنادي الساحلي الليبي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.